نبدأ من اللي فاتت، البطولة اللي فاتت اللي تمام. كانت طبعا مقامة في مصر واللي فازت بيها الدنمارك، وطبعا الدنمارك معروفة ان هي في هذه الرياضة هي أكيد متألقة أكيد. جدا. لكن انا هقول بقى وهبدأ كلامي بان شاء الله هذه البطولة اللي هتبدأ خلاص، احنا عندنا ثلاث عناصر غايبة عن البطولة اللي فاتت، وهي ثلاث عناصر مهمة جدا، الطيار أكيد طبعا ويحيى خالد واحمد الاحمر. أكيد خلينا نبدأ من هنا بسؤالي الاول، يعني اول سؤال، هل هيفرق يعني غيابهم بشكل كبير مع المنتخب، ولا هيكون في تعويضات للمراكز بتاعتهم؟ هيبقى في الى حد ما برضو زي ما يتقال كده تاكتيك مختلف، اداء مختلف، يخلينا ان شاء الله زي ما كريم كان بيقول عندنا الحلم ان احنا نقدر نوصل المربع الذهبي. طبعا في الاول طبعا هيفرق كتير جدا. طبعا لعيبه خبرات، لعيبه محترفين. عندنا احمد الاحمر عنصر من عناصر الخبره الموجود مع المنتخب بقاله فتره كبيره جدا، قائد بمعنى الكلمه، بيعرف ازاي ان هو يلم الناس، بيعرف غرف المغلقه بالنسبه له هو متعود عليها، عارف ازاي يعرف يتكلم مع اللعيبه، عارف ازاي يحفز اللعيبه. دي انا من وجهة نظري طبعا هتأثر تأثير كبير جدا، بس ان شاء الله يعني في مجموعة تانية موجودين هيقدروا ان هم يقوموا بالدور ده ان شاء الله. هو واحنا اصلا ايه اللي خلاه ياخد قرار على الاعتزال الدولي؟ يعني مش والله وقت هي لا والله كنا هي بص، عايزينه معانا. كل لعيب بتيجي عليه فترة بيبقى عايز خلاص اللي هو بالنسبة له عمل، يعني احنا بنقول كده بفنش حياتي الرياضية بشكل كويس، وانا لسه واقف على رجلي، مستوايا لو الحمد على لله القمة كمان مش مجرد بالظبط. على رجل الحقيقة بالظبط يعني. كده. فهي دي بالنسبه له ان هو عايز، يعني بتيجي علينا فترات كده انا عايز اعيش حياتي شويه، أكيد افصل هو شويه راسم ممكن خلاص. تدريب بالظبط بقى، كده. ويعني اكيد حسب اكيد اكيد طبعا هو طبعا عنده في يعني في عنده في دماغه طبعا اكيد خطط اللحظة كتيره دي جدا. عدت عليك أنت شخصيا إمتى وإزاي؟ اكيد طبعا دي بتبقى اصعب لحظه، بتبقى في يعني عند اللعيب، وهو ازاي بيدي القرار ان انا حياتي كلها كانت في لعبه تقريبا بوصل ان انا 20 25 سنة جوه الملاعب، ان انا ازاي افصل نفسي عن الاجواء دي او الحياة دي. فده الموضوع طبعا بيبقى صعب جدا أكيد علينا. محتاجة استعداد نفسي كبير جدا، اكيد ومحتاجة طبعا ثقة، ومحتاجة اكيد تقبل حاجات كتيرة اكيد يعني. طبعا لازم الواحد، هي دي سنة الحياة طبعا. احنا لازم صح هتيجي عليا فترة ان انا لازم اشوف كارير في حاجة تانية، اذا كانت في الرياضة اذا كانت خارج صحيح الرياضة، فدي وضع صحيح. طبيعي بالنسبة لنا. طيب عندنا برضو يحيى يحيى خالد خالد طبعا. والعطار. يحيى خالد طيب عطار لا مين؟ الطيار صباح الخير. صباح الخير، مش انا يعني لوحدي اللي نايم. قريح قال لك واضح عطار ان مين؟ انا بالظبط كده. اتس اوكي. يحيى عطار مين؟ اتفضل يا فطبعا يحيى خالد طبعا ربنا يقومه بالسلامه، اصابه كانت صعبه عليه وعلينا جميعا طبعا، ان هي اثرت على المنتخب. إصابة طبعا، دي إصابة من الإصابات الرخمة جدا اللعيبة كلها بتقابلها. ربنا إن شاء الله يقوموا بالسلامة. طبعا يحيى خالد كان عامل كبير في المركز الرايت باك، طبعا هو كان شايل الفترة اللي فاتت، لعيب عنده خبرات، قدر إن هو يعني بقى إحنا بنقول كده إن هو خلاص نضج، عارف هو بيعمل إيه. موضوع احترافه طبعا ده فرق معاه كتير جدا. لعيب مميز دفاعا هجوما، فانا شايف ان الجزء ده طبعا هيتاثر عندنا، بس احنا عندنا عناصر موجودين، محسن رمضان، مهاب. مهاب لسه شاب، مواليد 2002، لسه في منتخب الشباب، دي بالنسبه له بطوله هتبقى ان هو بدايه ليه واثبات بالظبط. للذات، فرصه حلوه ان انت طبعا يبتدي. هو جات له فرصه طبعا لازم يمسك فيها، انا بقول له لازم تمسك فيها. دي طبعا بتبقى بالنسبه لنا كل لعيبه ان انا لسه ابقى شاب بلعب كاس عالم في وسط النجوم اللي موجودين، فطبعا دي بالنسبه له لازم تبقى خطوه مهمه صح. جدا هو يقدر يثبت نفسه.